شركة الفرن والشروط. تفضلي، نحن نأخذك من المصنع، نعمل لك جولة جوا للمصنع، نشوف شو موجود القماش، نبلشك من بداية تصنيع الجواكيت والفروج. نحن شركة صار لها تقريبا شي 50 سنة بهاي المصلحة. الكشمير بيجي عنا من إيطاليا، نحن عاملين عقد مع شركة لوروبيانا، الكشمير بيجي من هني، والوتر وطوف، وفي عنا الجلود والفروج كلياته طبيعي 100%. هاي هون نحن هلا دخلت المصنع، نعمل جولة بالمصنع، أعرفك على كل شيء موجود عندنا من أدوات ومن شيء. أي سؤال، أي استفسار عندك؟ ما في أي مشكلة، أنا بساعدك، تكرم عيوني. تفضلي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. هاي نحن عندنا هون المصنع، تمام؟ فوق نبلش القماش. هاي نحن هذول بشكل كلياتها جاي من لوروبيانا. هاي جاي لوروبيانا أوريجينال؟ إي طبعاً أكيد جاي من إيطاليا. هذا الكشمير. ضد المطر؟ لا، هذا الكشمير مو ضد المطر، الوتر بروف بيجي ضد المطر. هذا بيجي كشمير، في عندنا موديلات من داخل فرو وفي بدون فرو. تفضلي كمان كمل لك لجوا. في كثير كل الالوان؟ تقريبا كل الالوان متوفره عندنا موجوده كلياتها، ان كان بيج، ان كان برتقالي، ان كان اسود، ان كان كل الالوان متوفره. هون كمان هذول او عليه تصاميم ديزاين، هذول التصميمات كل موديل له آلة فوق خاص فيه ديزاينر. هذا كله موديل واحد؟ لا، هذول كليات الموديلات، كل موديل بيختلف عن موديل، ممكن يكون جاكيت، ممكن يكون فيس، ممكن يكون نسائي. بس هذول يعني هن قيمة هذول، انه من هذا الآلة الواحد ممكن تحط 100 جاكيت. وكله يدوي؟ كلياته. هلا هون هاي الماكينة، هون بيقصوا هاي الطاولة نحن بنقص، في بعض الأشياء يدوية، في بعض الأشياء على الماكينة إجمالية. بتاخذوا القياس يعني على السنتر؟ على السنتر مش على هاي؟ على هاي هي القوارب هون كلياتهم صحيح 100%. تفضلي كمان أعرفك هون كمان هاي الألوان المتوفرة كمان هون كلياتها من الكشمير. هون بعد الأوروبيانا صح؟ هذا كلياته الكشمير الأوروبيانا تمام. هون هاي الماكينة اجت من برا من اوروبا مشان تكوين القماش، يحافظ على الكواليتي تبعه ويحافظ على المكتب تبعه. شو هيدا الشيء؟ هذول احنا هذا بنقول له بيجي تلبيس فوق القماش، في بعض القماش لازم تكون مبطلة برتقالي تمام؟ عشان تحافظ على الكواليتي تبعه. صحيح، هو هذا كلياته بيجي كثير خفيف مشان تحافظ على الكواليتي تبعه. قلت لي لشو هالمكان؟ هاي مكوي مشان تكوي القماش، مشان يحافظ على السايز تبعه مع الاستخدام مع الوقت. بينزل من هون هيك؟ صحيح، بفوت من هون وبطلع من الطرف الثاني هون. كلياتها هون دواليتها بتمشي ومتعودة درجة حرارة مشان يحافظ القماش مع الوقت. تم لغسيل أو تعرض لحرارة عالية أو رافي أو كذا ما يصغر السايز، بيحافظ على مقاساته 100%. هذول كمان هذول شغلات تريكو من الداخل، في بعض الجواكيت بيجي عندنا تريكو من الداخل كلها فوق هيك. تفضل خليني اكملكم الجوله هون هيك. في ديزاينات يعني في تقريبا 10,000 موديل كل يوم بتطلع موديلات جديده. هون هاي مثل ماكينه هيك فرو جديد، بعض عندنا موديلات الجلد فيها فرو من الداخل، بكونها هي الماكينه يدوي كله. هذا كلياته ماكينه، بس هو هاي كلياتها اجباري لازم تكون يدويا، بدي احاول اعرف تمام بلا تفاوض لو بزبطها كده. هاي ده زبده شويه عم تشتغل فيه. كلياته جلد طبيعي 100%. في بعض الجلود احنا عندنا فيها كلياته ان كانت تمساح، ان كان بايفون، ان كان كروكودايل، كلياته موجوده. كل واحد بيخيط موديل خاص فيه تقريبا، يعني كل واحد له اختصاصه الخاص. نفس القسم الثاني ضد شخص عنده جلد. تفضل خليني افرجيكم القسم الثاني من هنا. هذول هن كلياتهم عندهم القسم الثاني مختص بالجلود. كل شخص ماكينه في وراء شخص ثاني حدو بيساعده. هذول الماكينات مشان تخرب الجلد مشان تكون تلف بالسهوله بالماكينه مشان ما يتداري. هون نحن هلا في الجلود كمان هون تفضلي كمان هون في كل شخص على الماكينه بيكون في حده شخص عم بيعاونه. تفضلي شو فينا هون كلياتهم على مقاسات ستاندرد كلياتهم 100%. ما في خيط هون عم بيظبط الجلد؟ عم بيظبط الجلد صحيح 100%. هون عم بيظبط الجلد، عم بيركب له الزنار. هذا تلزيق عم بيركب له الزنار، وهذا مثل ما قلت لك هذا الجلد اللي بيجي من بطنه من داخله فوق مثل اللي كانوا عم بيخيطوه على الماكينات. هون هو بشكل كامل هون عم بيظبطها تلزيق. هاي صح، تلزيق صحيح 100%. بيلزقوه وبعدين بيخيطوه على الماكينات مشان يسهل. عم بيرجع بيتخيط اكيد مشان يحافظ على الكواليتي تبعه. برجع بيخيطوه
كمان خليني هلا هون نطلع فرشكي كمان قسم الخياطه هون الكشمير. بس كثير في موديلات طبعا كل سنة كل هو تقريبا كل يوم او كل كيف بيقدروا يختاروا الموديل؟ في ارقام في اكواد كلياتها في ارقام مو بتقيلهم طبعا اكيد. ايوه هو في شخص واحد للديزاين في هلا عندنا غرفه كامله فيها تصميم وفيها ديزاينر هن بيصمموا القوالب او يدويه او كذا. هون بيبلشوا الماكينات يعني هاي الماكينات كلياتها هدول الكتاب ماكينات هاي ماكينه الحلقه اول درس هون بيبلشوا خياطه الوتر فوق والكشمير اللون كامل. تمام؟ هاي الماكينات هذيك الماكينات كانت قسم الهلالي هن ماكينات الجلود ماكينات الجلود خاصة وماكينات الوتر بروف خاصة. هون هلا هون عندنا هون هون خيطوا على الماكينات هيك الماكينات هون كلها يعني جلود بنفس الماكينة في جلود وفي وتر بروف. هون الوش شو أخذ بالووتر بروف في إلها خياطة معينة؟ أيوه صحيح هو بيجي كماش خفيف صيفي ما تقيل على الجسم كتير ريح وهو بنفس الوقت بيكون ضد المطر غير الكشمير الووتر بروف هو مطر. أيوه صحيح هذا الووتر بروف والكشمير بروف يعني وهدول الجلود طبعا هدول الجلود كمان كلها ياتوا المخبروا. ايوه صحيح من الاكمام كلها ياخذ شوفي على هالالوان يعني الوان كلها ياخذ للصيف كثير حلوه والجلد هذا كمان الجلد بيكون مطر اجباري الجلد كله ياخذ طبيعي 100%. تفضلوا كمان هون خليني هلا اشرح لك هون عندنا القسم بقول لهم قطعه الامبلاج اذا بنقول له امبلاج بالعربي هن بيقولوا له هون الكنترول يعني بيعملوا لهم كنترول للشكل بحاجه اي شيء فيه اي مشكله مشان يردوا يرجعوا للماكينات. هلا هون بفوت لجوا بصور لك شوفي مثلا هون هاي نهي القطعه كامله هذا هو الوتر بروف اللي كنت عم حسك عنه طلعي الملمس تبعه هذا مطري هذا الكشمير الاوروبيانا هذول بيجوا تو فيس من الداخل بيجي قماش بصور لك شوفي شوف كيف من الداخل بيجي تو فيس باللبسه على الوجهين والله باللبس على الصوبين موديلين بيجي نفس الوقت ولونه هذا هون هيك الوتر بروف وهذا هون هيك الجلود هاي بعض الجلود هون موجوده عندنا هذا هيك بيجي تو فيس كمان تو فيس تو فيس اغلبهم احنا عندنا في عندنا موديل عشان تستفاد منه لونين ومنه ونوعين صحيح مزبوط اكيد بيجي من جوا قماش بيجي من برا جلد جلد خفيف هذا كلياته جلد طبيعي 100%. فكر خليني فرجيكي هون كمان كيف الاخوات هون كمان اي شيء يدويا بحتاج يسوي كلياته هون عم بيسووا يدويا خياطة ازرار كانه اليدويا للنسائي حسب ما بيعمل النساء هي اشطر بهالشغلات صحيح 100%. هيك الاخوات كلياتهم كل واحد الى مكان خاص فيها هون كل شيء بالايد يدويا في بعض الشواكيت بتحتاج في بعض الشواكيت ممكن تحتاج خياطه يدويه وتطريزات يدويه هن هذول الاخوات صار لهم بالمصلحه 10 15 سنه ما شاء الله متخصصين فيها يدويا يعني فيك تشوف هون كيف هلا هون ربطه تطريز شغلات يدويه كلياتها موجوده عندنا ولك قديش الشغله بتقدر ان شاء الله. هذا اللي صرنا هاي المصنع تقريبا اكثر من 50 سنه هون كلياته الشغل يدويا عم بيصير تمام ان كان ازرار او اي شيء عم تخيطوا هون عم بهاي الفرشاه عشان هو كيف الفرو من الداخل ما يكون اي فرو شعر اطول من الثاني يكون كلياته نفس المسافه ومشان ما يهر منه الفرو بتنظف وبتعالج كلياته بحط شيء دواء عليها لتقشيه هو بتعرف هي اجباري بكرر شيء لعمليه تنظيف وعمليه تحقيق بعدين ببلش تصنيع اكيد طبعا كلياته هذا كلياته موجوده معلش تفضلي فرجيكي كمان هون هلا كيف هدول هون كلياتهم موجودين عم بيفصلون وعم يخلون هذا جعل الثعلب هو الفرس ثعلب؟ ايه صحيح 100% فيك تشوفي ها هي هجره كامل هاي اجره صحيح 100% بيجينا نحن من دول من دول من برا بيجينا نحن هيك الفرو تبعه نحن بنتعرض لدرجه حراره مشان يتعقم وبتعالج كلياته حلو بس ليه صغير هالقد؟ لانه هذا فرو الثعلب الصغير هذا البيبي تبع الثعلب ايوه صحيح وهذا فرو النمس فيك تشوفيه النمس هو فيك تشوفيه هذا هو كله طبيعي 100% تقريبا قريب شوي قريب بس هو هذا بس هيدا فلافي اكثر هيدا حجمه اكثر الشعر تبعه قوي النمس بيجي الشعر تبعه ناعم ونايم ونايم صحيح 100% صحيح 100% هذا هو تمام في منه طبعا الوان هاي الالوان هون فيك تفضلي تشوفيها هاي اللون البيج كنا هدول ايديه كانه ايوه صحيح هول ايديه؟ ايديه مزبوط وهي هون هيك رجلي يا اجره كبير صحيح هو لانه بعد ما تعرض لتعقيم ومراحل ثانيه لتصنع واو صحيح 100% هدول
تمام. نحن هون هذول اللمس اللي عمل لك يعني اللون الكحلي، وهون في منه هذا هو اللون البيج، فيك تشوفيه. هلا شو اللون الحقيقي له؟ بيجي اسود البيج الابيض، واكثر لون هو البني. يعني هذا لون الحقيقي 100%. تمام، هذا لون الامه، فيك تشوفيه في هون هيك زيحه. صحيح، هذا بيكون هيك من ظهر ومن فوق، بس هذا كلياته بيطلع كلياته صنع جاكيت كله نحن بندير بالنا عليه، وبنكون بنراعي هاي التفاصيل كلياتها 100%. في عنا هون هذا الشيء اللي وجدتك اياه، بدي اشوف ايش من هون. هاي ايدي، هاي رجلي من هون. تمام، وين بحس هذا صغير؟ هذا بعيش بمزارع بالدول البارده، في مزارع مختصه فيه. هو بالبارد؟ ايوه صحيح. معقول مشان هيك الجلد تبعه ناعم وبيجي سماك خشب كله؟ تمام، بعيش بمزارع خاصه مختصه فيه، ونحن مختصه بزراعته ونحن بنستورد منه. تمام، فيك تشوفي مثلا هذا النوم منه، شوفي كيف مزبوط. حلو، هذا كلياته كمان صباغه بتكون 100% مشان تحافظ على اللون لاطول وقت موجود هي فيه. حتى باللون نفس الملمس يعني ما تغيرت الملمس؟ لا طبعا ما تغير الملمس، احنا بنراعي هاي التفاصيل الصغيره اكيد 100%. حلو حلو. بدي اسالك بس في هذا اللون؟ لا طبعا اي لون انت بتختارين، في عندنا احمر، في عندنا اسود، في عندنا الاخضر طبعا، بس الالوان اذا بتلاحظي فيها نحن بنصبغ شو في بين بيه، بس هذا بيتم الاسود بضل الاسود. صحيح 100% مشان يحافظ على الجوده وعلى جوده اللون كلياته، بيكون وضل يبين انه هو شنشله شنشله مشان يكون مميز عن الانواع. طيب، الفرو الثانيه. وانا اذا بدي مثلا موديل معين نحن فينا بنصمم لك يا ما في انش، ممكن تعطيني صوره عندك كموديل او اي تصميم وقياسات وكذا بتشاركينا اياه، بنيجي لهون بنصنعه بنشاركه مع العمال بيسووا لنا اياه، ما في اي مشكله ابدا. حلو حلو. الالوان كلياتها دخلت في اللون الاحمر، قالوا هالسنه اللون الاحمر دارج. صحيح 100% موجود، بيطلع حلو على الشنشله اذا اندمجنا الاحمر مع الاسود. الاسود بيطلع لون جدا جميل. صحيح، هلا نحن عم نبلش نصنع فيه هذا اللون، كثير جميل موجود، بيطلع حلو على الشنشله. صحيح اكيد 100%. حلو، فكره اولى خلص. هلا هون قسم شو هون؟ هذا هون قسم الجلود كلياته، شوفي مثلا هون قاعدين عم بيصومون كلياتهم تصميم، عم بيقصون على القالب 100%. اي صحيح 100%. هو كل التصاميم بتبلش يدويه يعني؟ صحيح اكيد، على الكرتون بحطوها وبقصوا. صحيح 100%. هون بتبلش الجلود كلياتها. هون في عندنا مثلا هذا نوع القماش، هذا القماش شمواه هذا كانه؟ صحيح 100%. عده الالوان كلها متوفره، مثل هذا كل الوان تانية، البيج، الزيتي، كل انواع الشامو موجوده عندنا كلياته، وهذا طبيعي 100%. شوفي في حتى عندنا موديلات شامو بتيجي من برا شامو، ومن داخلها جلد تلبس تو فيس، بورجيك اياهم هلا وقت تطلع على الصاله. يعني فيني البسها شامو وفيني البسها جلد. صحيح 100%. وكمان كل الالوان موجوده، كل الالوان متوفره والتصاميم. صحيح اي شيء انتم بتحبوه. يعني احنا باي قسم باي مطرح هون نحن بقسم الجلد ناخذ اللون اللي بدنا اياه، فيها ناخذ التصميم شو ما نقينا. اكيد كنا بقسم الجلد ولا بقسم الفرن. صحيح 100%. اي تصميم اي فكره اي صوره عندكم اياها بنصمم. وهذا عم بصمم مثل هونيك بس مدلت هونيك. مضبوط، موديل ثاني هون بجمعوا قطع مشان يعطوهم للماكينه، الماكينه بتبلش بخياطه. حلو تمام. هون هيك خلص تقريبا مثلا موديل قديش بياخذ وقت يخلص تقريبا؟ يعني تقريبا بياخذ وقت كثير حسب الموديل، موديل ما كان كثير صعب يعني بياخذ معنا خياطته كيوم واحد. يوم واحد؟ يوم واحد بيكون خالص. اذا بدك اياه بشكل مستعجل خلال هو خمس من ساعات. صحيح، من مرحله القص، القماش، القوالب، بعدين من المرحله الثانيه هذا هو اللي عم بيصنعوه. تمام، هيدا صحيح 100%. فيك تشوفوا هلا هون موجود عندنا. بدي اسالك سؤال، تفضل. تقريبا مثلا باليوم هيك مصنع كثير كبير فيه كثير موديلات، تقريبا كم قطعه بتصنع تقريبا باليوم؟ حسب كل موديل، هلا في بعض الموديلات نقدر نصنع منها 100 قطعه قصدي كحجم كامل لكل هيدا؟ تقريبا انتاجنا المحلي من 300 ل 500 قطعه يوميا. ما شاء الله. كفرو، كجلود، كشمير، كاي شيء. والفرو اللي كانوا عم بيقصوه الاخوان هون جوا كلياته، هذا كلياته من فخرو، ومن جوا بيكون جلد اذا بتشوفي. تمام، من برا هو وقت بتصنع جاكيت بصير من جوا فرو، من برا جلد. وبيكون ناعم وسلس ما بيضايق ابدا. تمام، فيك انا فرجيك انا هون هلا مثلا في عنا جلد الافعى. افعى؟ ايوه صح، البايثون. فيك تشوفيها كلياته طبيعي، فيك تشوفيها من هون ايديها رجليها، هذا البايثون كلياته طبيعي 100%. كنا نشوفها بس بالفيلم. صحيح، هذا كلياته فيك تشوفيها، وبدك تعرفي هل هيدي طولها كلها للافعى؟ صحيح، حسب من افعى لافعى. شو حلو 100%. صحيح، ها فيك تشوفي
فيك تتأكدي من تفاصيله، وقت بنعمل هيك هذا بيكون طبيعي 100%، ما نوع نوع تاني أو بلاستيك. منه ملزق أكيد، في منه ألوان، نحن بنوفر الألوان اللي أنتوا بتريدوها كمان. أول مرة بشوف هيك شيء يعني. صحيح، لأنه طبعاً اللي برا مش نفس الشيء هيك يعني. فيك تشوفي هلا هون الظهر تبعه، هاي الجناب تبعي كمان تحت. حلو بلا مزبوط. هذا وراسها هون ولا جاية؟ هون ما عندها أجرين صحيح؟ ما في عندي. من جمالها والله ضعت. فيك تجوز صحيح 100%. حتى في عنا هون التمساح الكوركوداي الأوريجينال. فيك تشوفي تمام؟ وهذا كلياته بيكون عنا، ما بنجيبه بقطع كبيرة، بنجيبه صغير التمساح. فيك تشوفي بتفاصيله. فيك تشوفي صحيح، هذا من هون بيكون من جوا البطن، وهذا هون من برا البطن. شيء فظيع يعني القطع. فيك تشوفوه هذا التمساح الكوركوداين نحن بنقول له تمام. كلياته هاي الايد تبعيته صحيح يا كلياته 100%. وبتشوفي الراس تبعه، بتشوفي الايدين الديل تبعه سبحانه. وهذا الصغير، لانه الصغير التمساح بيتم لوقت اطول، بتكون الكواليتي تبعه يعني بيتم معك لعشر 20 سنة استخدام، وبتم محافظ على الكواليتي تبعه وعلى الجلد تبعه، لانه طبيعي بيكون كلياته 100%. هذا اللون في عندنا طبعا الوان كثير اكيد طبعاً. يعني احنا من اي شيء بنشوفه احنا فينا نعمل لون بدنا اياه والتصميم اللي بدنا اياه. يعني حتى في بعض الزبايننا المغاربين بيجوا لعنا بيختاروا شناتي كوركوداي، يعني شناتي تمساح او جزدين تمساح او اي حلو. تفصيل نحن من الجلود الطبيعيه ممكن نعمله، ان كان شنطه، ان كان جزدان، ان كان جاكيت، ان كان اي شيء. كله طبيعي هون 100% صحيح. كثير حلو، حتى اللون كثير حلو. هذا اللون، هذا اللون في منه الوان طبعا حلو. يعني فيك تشوفي انه هذا كلياته، وهذا صغير التمساح بيجي نوعيته افضل والكواليتي تبعه افضل من الكبير تبع التمساح تمام. لانه هذا بيتم عمره اطول، بيتم بالعمر. فيك تشوفي مثلا هاي عده الالوان هون المتوفره عندنا، شوفي مثلا هذا البنفسجي نفس الاخضر اللي كان هون، نفس اللي كانوا عم بيصمموه صحيح. هذا هو هيك كلياته، بتشوفي نوعيته. هاي هون هيك الالوان، هدول هلا بدي اروح على مرحله التصنيع على الماكينات. فيك تشوفي مثلا هاي المستودع كامل، تشوفي قديش هو كبير، كثير كبير، كثير في تصاميم واحد بيضيع. هون متوفر كل انواع الجلود، كل انواع الفروع، كل الالوان، يعني بدي اقول لك 99% من الالوان كلياتها متوفره وموجوده عندنا، كل التصاميم. انواع الفروع، انواع الجلود، الشاموا، الوانهم كلياتهم بنوفرها وبنجيبها. حتى هون فيك مثلا فيك تشوفي، تفضلي. شو هيدا؟ هون هذا مستودع، شوفي كم طابق قديش نحن متوفر، تحط اكيد صحيح مزبوط. هون هذا القسم كم لون. فيك تشوفي مثلا هذا الجلد، شوفي كيف هذا الجاكيت هلا مصنعينه. هذا جلد شو؟ هذا جلد الخر العجل. نحن العجل ايوه صحيح، جلد العجل، ومن داخله بيكون في فرو كامل. فيك تشوفي قديش في الوان، قديش في موديلات، كثير كثير. يعني هذا احد قسم واحد من عده اقسامنا الموجوده المتوفره. شو حلو. ايوه تفضلي شوفي انواع الجلود ملمسون، الشاموا، الفرو، فرو الخروف كمان موجود عندنا. مثل هذا هو جلد الخروف متوفر موجود كلياته في الوانه. هاي الالوان موجوده تحت من هون، اذا بتحبي تفضلي شوفيهم. جلد الخروف ايوه هذول هن، شوفي مثلا هذول متعرض هيك لصباغه. كثير حلو، كثير حلو عن جد. كثير كلياته جلد طبيعي 100%. هون الخروف، هون الخروف صحيح كلياته. هذا هون فرو الخروف كلياته موجود متوفر كل الالوان صحيح. شو حلو، واو فانتاستيك. ها هون التمساح صح؟ هون مش هذا اللون، اللون الاصلي تبعه صحيح صحيح. في منه الالوان، في منه كذا. اي لون الاصلي هيدا؟ الاصلي بيجي لونه اللي بيجي بين الزيتي الفاتح شوي. أي. يعني تمام، هو هذا لونه الاصلي، بس في بعض الالوان الثانيه متوفره منه. كثير حلو صح، كثير كثير حلو. ولنهايتها نحن عندنا خدمه توصيل من الاوتيل او من المطار على المصنع اللي عنا وعلى صالة العرض، تشوفوا كل شيء على الحقيقة، ونرجع عنا خدمة ندخل بقى للاوتيل.